اهلا بيكم يا اصحاب، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هنلعب لعبه صعبه شويه وهوريكم ازاي تكسبوها. يلا بينا نبدا. يا اصدقاء كتيره قوي، انتوا عارفين برضو ان البتاعه الحمراء دي، ارجع لورا، البتاعه الحمراء دي طبعا بتقللهم. نهار ابيض الوحش، مش انتوا مش متخيلين الوحش صعب قد ايه. يا ربي بيرقص. مش حلو. انا هقاوي، انا هجيب الدرع وهجيب السيف. واو بقى قوي قوي. ماشي، مرة تانية بقى نحاول هزم الوحش. انا بمشي بالراحة. ليه بمشي بالراحة؟ علشان اعرف الحق اخدهم كلهم. لما واثق ان انا هموت الوحش، موتته. هي كسرنا. نهار ابيض، شفتوا طار ازاي؟ ده قوي البرج. خليه هو اكتر شكل عجبني، الازرق ده. وايه تاني كده؟ حلو. لا خلاص، مش وايه تاني. ده الدور ده حلو قوي. هو بيضرب لوحدي ولا انا لازم ادوس؟ اضرب. موت، كسبت الدور. ايه ده السكينة دي؟ طب اعملها ازاي؟ عند ازاي اعديها؟ كلهم هيموتوا. هما دول ناس بيلعبوا معايا وفي اللعبة مخليهم منهم أحلى. يعني أنا بالنسبة لهم لوني أحمر. لا مش لازم. ماشي، هقوي ايه؟ الدرع. هو حقي لما انا اقوي حاجة اللون بتاعها هيتغير، كلهم برضو هيتقتلوا. مش قصدي كلهم، قصدي شوية شوية على شكل قلب. في البداية ما فيش ولا واحد مات منهم لمدة ثانيتين ونص. كسبت. أقوي الفلوس، مش أقويها، قصدي أكترها. إيه ده؟ يا نهار، كنت عارف إن أنا هخسر من غير ما أقصد. نطيت نطة ضعيفة. ايوه كده، خليك جدع كده ونط كويس. دي بتسرعني. ايه ده ايش القوه دي؟ لا مات مني كتير. ايه الوحش ده؟ موتوا. يا ده فرقع عليهم، فرقع عليهم.
ناقص لي اخر 3 شكاكيش، كل دي فلوس. عارف اصلا كلهم هيموتوا، وايه فايدتهم؟ عشان ياخدوا فلوس مثلا. صندوق، ايه فلوس كتيرة، كل الفلوس دي من حقنا، ملهوش لازمة، شكل مش حلو، بس فلوس مش كتير اوي اوي. اوبا يا القليل، لا يا معايا قليل قليل قوي. دول بيتجنبوا اي حاجة وما بيموتوش منها، قويين قوي. لا كتير كتير ماتوا مني. ايوه كسبت اخيرا. هو لما حد بيموت بيكسر البرج، في حد بيموت منهم، واحد ولا اتنين، وبيجيبوا لي اشكال مش حلوه. هقوي السيف، لذا انا افكر لما اي حاجه تتقوى مش هيتغير شكلها، بتتغير شكلها ولا ما بتغير اصلا شكلها، بتقوى ولا شكله بس. اكيد بتقوى والشكل برضو. واو تجنب اي حاجة فظيعة. القائد بيطلع فوق، اول ما بكسب الدور القائد بتاعهم بيطلع فوق. هي صناديق ومفيش حاجة غير الفلوس يعني. تخيلوا بقى لو القائد بتاعهم مات، هو ايه الزرار ده بيسرعهم؟ ايه ده؟ دي بتطلع سكاكين، اكيد مستحيل مستحيل الواحد يقدر يحرك. مستحيل اصلا. اللعبة دي بقت صعبة، وكان حق الباقي يموت ازاي يعني؟ يا ايه ده الصعوبة دي؟ ده ما كانش موجود في الأول. الكور دي بتشتت، كم مرة هخسر؟ لا بقى احنا محتاجين، محتاجة قوي، مفيش تقوية.
اصلا الحاجات دي مش بتبقى موجودة في الاول. اوعي تلمسي، اوعي، والا هتشوف عقاب يا شوكة. شكلي هيك. ايوه، اخيرا الحمد لله. القائد طلع ومشى القائد التاني. اعمل ايه بقى؟ القائد يعني بتاعهم طلع، وكان في قائد فوق وهو طرده، مش عارف ايه الاحلى. ايه اختار؟ دي مثلا ولا دي؟ اختار دي، حلوة. ماشي، ده انت هتشوف العقوبات اللي هتطلع عينيكم. هيطلع عينيكم عشان تحرموا الجولي. انتوا عارفين اصلا ان انا هحرمكم. اقوي السيف، اصلا اهم حاجة السيف. هو ما بقاش بقى سيف، بقى سكينة. ايه ده يا دول كأنهم زي الايه، دول اي حاجة يلمسوها يطحنوا، يبقوا عاملين زي المية. طب بالورق لو لمست حاجة يعني عادي، دول لو لمس اي حاجة يبقوا عاملين زي الورقة، قصدي المية. ورقة ايه؟ قوم اشوف بقى الوركل، مش حاجة حلوة. غير بس، خلي ده حلو. تخيلوا بقى لو القائد مات. صح، ملحقتش اخد الهدية. تخيلوا لو القائد مات، مش هيعرف يروح للبرج. للأسف ملحقتش اخدها. ده بيطيرهم. بص يا صحابي، انا هقف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تضغطوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد من يوم سنين.